بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون حار بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل الحرارة على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون لطيف على أغلب الأنحاء. كمان في النهاردة شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا دلوقتي نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمية، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك. أهلا بحضرتك، وطمنين عن حالة الطقس النهاردة، وحاسين كده أنه بقى في شوية استقرار في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة. بالفعل هي الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير، لكن طبعا في استمرار لارتفاع قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار، وده اللي يمكن موجود معانا من عدة أيام. عندنا ارتفاع في قيم درجات الحرارة، درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 4 إلى 5 درجات. اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 31 درجة مئوية، وده بسبب إن احنا بنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، بالإضافة كمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا. ده بيعمل على زيادة فترات طلوع أشعة الشمس الأجواء المشمسة بشكل كبير خلال فترة النهار، وبيساعد إن قيم درجات الحرارة ترتفع. أجواء فترة النهار هتكون أجواء حارة في معظم محافظات الجمهورية من الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال وجنوب الصعيد، جنوب سيناء. أجواء نقدر نقول عليها مائلة للحرارة في السواحل الشمالية، المحافظات المطلة على البحر المتوسط. ده بيكون في فترة النهار وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الأشعة الشمسي، لكن فترات الليل مع الغياب التام لأشعة الشمس بيكون طبعا في انخفاض في قيم درجات الحرارة وأجواء لطيفة بشكل كبير ومعتدلة فترات الليل، وخاصة في ساعات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر. فترات الليل بقت أقل برودة من الليالي اللي كانت قبل كده. يعني احنا بنقول المدن الجديده الاماكن المفتوحه ممكن يكون فيها بعض البروده القليله، لكن بصفه عامه الاجواء لطيفه في معظم المحافظات. كمان متوقع مع فترات المساء وساعات الليل هيكون في نشاط نسبي للرياح في مناطق من القاهره الكبرى، غير مثير لاي رمال واتربه، لكن نشاط الرياح مع فترات المساء ده بيلطف الاجواء بشكل كبير ويساعد ان احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره. كمان فتره الصباح الباكر بالفعل تكونت شبوره مائيه كانت كثيفه كمان على بعض الاماكن، وخاصه الطرق المؤديه من والى مدن القناه او السواحل الشماليه او محافظات الوجه البحري، لكن هي سرعان ما بتتلاشى مع طلوع اشعه الشمس. هي طبعا بتاثر على الرؤيه الافقيه على الطريق، تنخفض بشكل كبير مع الشبوره المائيه الكثيفه، لكن من الساعه 8 والساعه كمان بالكثير ان شاء الله الشبوره المائيه تتلاشى تماما وتختفي تماما، والرؤيه الافقيه تتحسن على اغلب الطرق. الاحوال الجويه المستقره دي مكمله معانا كمان غدا الجمعه ان شاء الله، ومع يوم السبت تبدا قيم درجات الحراره تتجه نحو الانخفاض عشان نحس بالانخفاض الكبير ان شاء الله من يوم الحد اللي جاي. ومتوقع من الحد اللي جاي منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ياثر علينا، فهيكون في اول حاجه انخفاض قيم درجات الحراره بحوالي 3 لـ4 درجات في معظم محافظات الجمهوريه. مع الانخفاض هيكون في نشاط للرياح ايضا في معظم المحافظات، هيساعد ان احنا نحس بانخفاض قيم درجات الحراره وعوده لفرص الامطار وسقوط الامطار متفاوت الشده في محافظات شمال البلاد، وده من يوم الحد لحد اول ايام العيد ان شاء الله. فبالتالي لازم ناكد على نوعيه الملابس خلال الفتره دي، بلاش الملابس الصيفيه، ناكد على الملابس الخريفيه او الشتويه الخفيفه، وخاصه في فترات الليل فترات الصباح الباكر. كنت لسه اسالك يا دكتور، ايام العيد الاجواء هتبقى عامله ازاي؟ هيبقى في استقرار ولا برضو هنتعرض لانخفاضات جويه؟ هو احنا هنبدا من يوم الحد لحد اول ايام العيد هيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره تبدا تعود للمعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه، يعني هي تتراوح ما بين 25 و27 درجه مئويه عظمى على القاهره الكبرى ان شاء الله من الحد اللي جاي لحد يوم الاربعاء. فالاجواء هتكون معتدله بشكل كبير، لكن وجود طبعا نشاط للرياح هيساعد ان احنا نحس باكثر انخفاض في قيم درجات الحراره. فالاجواء هتكون معتدله فتره النهار، فترات الليل هتعود تاني فيها البروده، فعشان كده احنا بناكد على الملابس تكون ملابس خارجيه تجنبا طبعا لنزلات البرد في فترات الليل، وخاصه بقى في فتره الاعياد الناس بتنزل في يعني الملابس. اظن نصيحه حضرتك للناس في العيد ما تلبسش لبس صيفي دلوقتي، لسه نلبس اللبس بتاعنا التقيل. بالفعل احنا بناكد بس عدم ارتداء الملابس الصيفيه، خلينا في الملابس الشتويه او الملابس الخريفيه اللي هي بتبقى قطعتين وجاكيت خفيف معانا تجنبا طبعا لنزلات البرد، وكمان نتابع النشرات الجويه لان الربيع دايما معروف بالتقلبات الجويه لحد السنه.
بشكرك منى، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره اللي العظمى فيها 31 والصغرى 17، العاصمه الاداريه 32-17، اسكندريه 27-16، العلمين الجديده 27-16، مطروح 25-13، ودمياط 25-17، بورسعيد 25-18، الاسماعيليه 33-16. السويس العظمى فيها 32 والصغرى 17، العريش 27-16، كاترين 25-11، وطابة 32-20، حلايب 29-21، شلاتين 30-22، شرم الشيخ 36-24، الغردقة 35-23. الفيوم العظمى فيها 33 والصغرى 17، بني سويف 34-18، الوادي الجديد 38-20، وأسيوط 36-19، سوهاج 35-20، قنا 36-20، الأقصر 38-21، وأخيرا أسوان العظمى فيها 37 والصغرى 22. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، وعلى طول هنروح لجمانة محمد نكمل معاهم فقراتنا. شكرا يا رامي، شكرا جزيلا.